فضيلة الشيخ، هذا يقول أرجو من الشيخ أن يدلني على أفضل كتب التفسير في قراءتها. كتب التفسير كثيرة ولله الحمد، وهذا من نعمة الله عز وجل ومن إكماله لهذا الدين، حفظ هذا الدين. فكتب التفسير كثيرة، وكل ما تقادم منها فهو أفضل وأحسن وآمن، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وفي عصرنا الحاضر مستخلص من هذه التفاسير الجيدة تفسير الشيخ ابن سعدي. فهذه من التفاسير الموثوقة والنافعة بإذن الله. وإذا كان عنده تمكن في العلم فلا مانع أن يقرأ في كتب التفسير الأخرى المتأخرة، ليستفيد من ناحية البلاغة، من ناحية اللغة، من ناحية أسرار القرآن، وإن كان فيها بعض الأخطاء فهو يعرف الخطأ ويتجنبه. نعم.